الكرام أيها الأخوة الحضور، السلام عليكم. صفوك يبوس هذه نحبك عمي ما فيها خير. حبتك العافيه. ها خير
عمي صج صج واقف انت ويا ابو عبد العزيز؟ ايه ذكرتني على طارق ابو عبد العزيز. جنسيتك وينها؟ جنسيتي عند عبد الله رفيجي. وليش تعطيه اياه؟ عمي ما فيها شيء، عبد الله رفيجي وعمه ناصب الانتخابات. الولد وقف معاي بانتخابات الجامعه، اوقف ويا بانتخابات ويا عمه. رفيجي معي انتخابات الجامعه؟ ما ادري ايش فادك رفيجك ايام انتخاباتكم انتم بالجامعه، يوم بقيتوا فلوس، ما اردكم الا ابو عبد العزيز، وهو اللي وقف معاكم ودعمكم، ولا نسيت؟ يا عمي يا عمي ما نسيت، بس الله يسلمك. بس شنو؟ تروح لرفيجك وتاخذ الجنسيه منه وتعطيني اياها، مفهوم؟ ولا فتحنا المقر بك توقف معانا. بس عمي هذا رفيجي وفشله انت. لا بس ولا شيء. شر علي انا اللي البارحه طول الوقت قاعد اقنع ابوك انه يخطب لك عبله ما ادري عاليه. صج؟ اي صج اتقشمر وياك. لا واقتنع بعد ابوك بس قال لي عقب الانتخابات. احلف. يا اهل انا اتقشمر وياك؟ يا اهل بلا يا اهل ما تصدقني. لا عمي عمي تكفى تكفى، قول صج قول صج. بل اتقشمر معاك، بلا اتقشمر معاك كبرك انا. بس حسافه حسافه والله حسافه اني اقنعت ابوك وانت موقفك ويا ابو عبد العزيز كذي. يا عمي بس هذا رفيجي وفش لاني انشله. نشله وانشل جده. قول له يبا ابويا بالجنسيه حق جرأات الجوازات. وقطة دي وهلا يولي. لا لا فشلة عمي فشلة. بل رد قال لي فشلة. يبا لا فشلة ولا شيء، خليك ويا ابو عبد العزيز وما بتخسر. فيك انت كذي؟ زين عمي صدق ابوي وافق انه يخطب لي؟ شلون ما يقتنع؟ افا عليك افا افا وانا عمك الا خليته يقتنع. ولا واذا رفض بخلي ابو عبد العزيز يخطب لك. لا يا معود لا 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 تكبر سالفة ولا شيء، دام ان الوالد وافق انه يخطب لي بس كافي. القوم الحين وجيب جنسيتك يلا. عليك جنسيتي وجنسية ربعي والفريد بعد شتبي. حاضرين حق ابو عبد العزيز. شو ابو عبد العزيز ده عندنا؟ عدل خشمك خشمك. يلا باي باي والله باي باي. جيبي دبا 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 دبا. يلا ديما حبيبتي انا رايح. يبا يبا تقدم معنا حبيبتي. انا تغديت يا امك. ليش حبيبي ما تهاوشنا؟ احنا ما تهاوشنا. بلا ديما لا صايره ملقوفه. يلا حبيبتي يلا روحي راجع دروسك وما لك شغل بشيء. ها يلا وينك يا عمتي؟ رحتي الا غير فكيني من هالبيت. توني قبل شوي. ما اتصل فيني؟ لا. من كنت تحاكين؟ متى؟ قبل شوي اتصلت وطلع التلفون مشغول. انا توني داشة قبلك بعشر دقائق. اقول لك التلفون طلع مشغول. انا ايش دراني؟ يمكن احد داق بنفس الوقت عشان كذي طلع مشغول. التلفون شغال. من طلعت من بيت ابوي وانا اتصل بالتلفون مشغول. ممكن تفهميني شلون تلفون مشغول؟ لو انا شغلتها ماني خايفه منك اقول لك. ممكن اعرف التلفون شلون طلع مشغول؟ الخطوط ساعات تخوره. هم مشغول. صدقت. الرقم غلط. ها ايش رايك الحين؟ تعال تعال وين رايحك؟ اروح على الدوك. مش حقا ما اخذ جلطنش وياك؟ ها فتشها على كيفك. صافي دكتورة أنا متزوجة صار لي 10 سنوات، عندي بنت عمرها 9 سنين. من فترة فكرت إني أترك موانع الحمل علشان أقدر أجيب طفل، لكن للأسف ما حملت. كنت بتستخدمي أي نوع؟ حبوب. تفضلي. بالك قد إيه سايبها؟ يعني تقريبا صار لي 5 شهور وللحين ما حملت.
السلام عليكم ريم. شلونك ريم؟ زين؟ بابا باريني؟ يقولي له بابا صوت بسرعة. إن شاء الله. يلا جلدي. هلا سعود. هلا هلا فوزية. ها انت هني؟ ايه. ها ما جبت الموقع معاك؟ ولا يرحم والديك. تكفى يا فوزية لا تبين طاريها، ترى طاقة كبدي منها مو لي. الله يهديك، بس انت اللي معطيها وايه ومخليها تموق على الكل. فوزية قلت لك عاد تضيها من سيرة، مالي خلقها ترى كلش مول. ويه باكر الطخ ولا كن شي صار. المهم ضاري وينه؟ ضاري فوق. ايش صاير بعد؟ لا لا ما في شي، بس باخذه بروح حق ابو عبد العزيز. ابو عزوز. هلا هلا هلا. شلونك عمي؟ هلا. جبت جنسيتك؟ لا رفيج يقول ابوه صاك عليها صاكه بالتجوري. ايش قلت لك انا؟ ما قلت لك ما راح اردها لك؟ لا يا ابو على كيفه. الحين نطلع من هني ونروح للديوانيه نحرجها لمن يعطيني اياها. خوش عيل، مر رفيجك ناخذ الجنسيه ونروح حق ابو عبد العزيز. اي انا قال حق الربع نلاقيكم هناك بعد. عيل ولد وينه؟ وليد تلقاه في بيت عمه يوسف وهو يطلع من هناك. تمام عيل، تدري شلون؟ نمر وليده وبيت عمك يوسف ناخذه ونمر فيجك ناخذ الجنسيه ونروح الديوانيه. لا لا عمي تصير طواله كذي، انا قايل حق الربع القاكم هناك، بعدين تاخر على ابو عبد العزيز. لا 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 تخاف، عيال ابو عبد العزيز ما شاء الله فيهم خير، جاسم وعبد العزيز يقومون بالواجب. عيل ما كل ادق عليهم اقول لهم شي بتاخر عليكم بربع ساعه نص ساعه، ايش رايك؟ احسن بعد. ترى ضيعتوني بالطوشه، انتوا ايش عنا تحكون؟ يما انت تدخلين بكل شيء، سوالف ريايل، انت ايش اكو؟ ضروي؟ ايش فيك تحاكيني كذي؟ ويعه؟ هو صاج فوزي الله يهداك. انت وين هالسوالف؟ ايش عرفك هالسوالف؟ ويه بسم الله عليك انت وياه، ادري تتحكون عن الانتخابات. بالله عليك هريج بنت السلام فوزية. شلون عيل؟ اقول عمي امي في هالقضيه هذه مع حقوق المراه السياسيه. عجيب حقا؟ نعم. اقول تبين اوهقها 30 درجة ازود على هالوالدة الخفيف؟ بس خفيف. اخت فوزية. نعم. ممكن نسألك سؤال؟ اي تفضل. ما رأيك بتنقيح الدستور؟ شنها؟ اعتقد انا ان الوالدة في هالقضية مع الصوت العور. صحيح هذا الكلام؟ ايش فيكم انتوا قاعدين تستهزئون فيني؟ يعني شلون الصوت العور؟ انا اللي اعرف ان العين هي العوره. ايش حق تضحكون؟ مو عاجبكم كلامي؟ عدل كلامك، صوت العور اللي هو صوت عوض الدوخي، عبد الله فضاله، حمد خليفه، ام كلثوم، الصوت القوي، الصوت الاجش، الاجش. ايه والنعم فيهم، وبعد زيدهم القصار، عايش المرطه، ام زايد. نرنعوا لك ذاك الطار ويابوا لك ذيك السامريات، خلوا القلب يرفرف والراس ينترس. حقا هذا هو الصوت العور. هذا الصوت العور. يلا عمي قاعد حق شغلنا. مع السلامة. يلا فما الله يبقى. مع السلامة. هم قاعدين يضحكون على بالهم هم بس يعرفون في الفن، ما يدرون ان مكلفهم لون والقصر لون ومزايد لون. انا مش علي منكم، خل اروح احرفه بعمري، شد هالريال يلتفت لي ويهد اللي هو فيه. شريتي لي هدوم؟ لا حبيبتي ما شريت شيء. انت ابوي متهاوشين؟ لا بلا، هو اليوم قال لي. ايش قال لك؟ قال ان انتم متهاوشين. متى؟ ظهر. ايش قال لك بالضبط؟ قال ان انتم متهاوشين وبس. من هو بعد؟ هذا البيت. رد عليهم برا. رد يا عمي لا توهقني، شو اقول لهم انا؟ اقول لهم عمي مشغول بعد، شو تقول لهم؟ الو. هلا هلا مرت عمي. خير الله يسلمك الحمد لله. لا لا عمي مشغول شوي. ما ادري لحظه بس خليني اشوفه لحظه. عمي
تقول تبيك ضروري ضروري. اوه ايش تبي؟ ايش تبي؟ ما ادري شوف. ها ايش تبين؟ تقايل حد ديما ان احنا متهاوشين؟ سهام ترى انت تافهه وفاضيه ولا عندك سالفه، افكي لنا. يما ايش تبين؟ ابوي ترى ما قال ان انتم متهاوشين. عيل ايش حقا قايلة هالحكي؟ انا بعرف انتم ليه مو تتهمون بالهواش والندرة، ترى انا ماني فاهمة اي شيء من الابله. ديما انت وابوي تسبالكم ان انا ياهل، ترى انا فاهمة كل شيء. ديما السوالف هذه اكبر منك. ابوي متهاوش معك عشان تهدين الشغل وتسيبين عيال. ديما انت ايش عرفتش بهالسوالف؟ يقصروا على صوتكم وانتم قاعد تتهاوشون. ولد عاد لا تعطلنا يلا. قاعد اقول لك ما انا رايح، لا انت قاعد تدزز. وليش مترايح؟ يا اخي ما احب السوالف. ترى علم عليك عمي. ها علمه زين احله. عمي سعود وليد يقول ما هو رايح. وليد شو الحكي؟ يا هلا احنا نتقشفر معاك. يلا امشي يلا. عمي الواحد ما يروح غصبا عليه. ومن قال لك غصبا عليك؟ عمي انا الف مره قلت لكم ماني رايح. انت متى بتصير ريال وتماشي الرياي؟ احترم نفسك ولا لا تخلي اغلط عليك. الروي احترم نفسك ولا تغلط على اخوك وليد. وليد ريال ويقدر المسؤوليه وبيجي معانا الحين. عمي شوف انا اقدر المسؤوليه وانا توني متزوج وانا ريال، بس ماني رايح وياكم. بعدين انتوا اخذتوا جنسيتي، ايش تبوا مني؟ ايه عمي خي ولي، خل نروح نشوف باقي شغلنا. شلون اخليه يولي؟ شلون اخليه يولي؟ وليد ما شاء الله عليه، وهو ربعه يفيدونا ينفعونا صح؟ ايه ما ادري ايش المنفعه اللي بتيك من ورا وليد. انت احترم نفسك، ترى انا محترمك وحاشمك عشان عمي العود اللي اكبر مني ومنك. زين وبعدين معاكم؟ شلون الحين؟ عمي انا اقول ما منا امل، ما وراء امل هذا، خلنا نمشي نشوف باقي شغلنا. خلاص خلاص عمي، انا وعدك ان شاء الله قبل اسبوع من الانتخابات اروح وياكم عند ابو عبد العزيز. بعد ايش تبون؟ اي عمي انا عندي خوش راي، وليد وربعه ينفعونا حق يوم الانتخابات بالمدرسه، كذي هو تمام صح. وليد وربعه ينفعونا، لا نشبه بالواحد ما يهدونا اللي عند الصندوق. اقول لك يلا يلا خلاص عمي سامحني لا تزعل. ماني زعلان. يلا عمي مشينا مشينا يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. شفي ضاري شبي منه؟ ايش عنده يعني؟ يبيني اروح حق ديوانيه ابو عبد العزيز هذا اللي مرشح روحه بمنطقتنا، وانا ما بروح. وليش ما تبي؟ روح يا يما، خالط الناس، تعرف على الرياين، بدل ما انت مجابلنا ليل ونهار. عمتي انا ما احب اروح الدواوين وهم يعرفون طبعي. يما انت ما تعرفين ان وليد كل وقت حق الكمبيوتر والدوام؟ احسن حبيبتي، ايش اللي بالدواوين وقعدتهم والحش والقرض؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لزقت عنزروت موت فيك لزقة واحدة ورا واحدة. من الذي يطعن عنزروت؟ ليكون عني. لا 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 حشا وليد، من قال كذي؟ امي ما تقصد، ليش كذي انت تفكر فيها؟ حرام عليك. ايه عصبالي عني. يا جماعة اختيار النائب لازم يكون باقتناع لقدرة النائب على المساهمة في الدور التشريعي اللازم لمجلس الأمة، بعيدا عن التشنج والعصبية. وكل هالصفات الزينة كلها في ابو عبد العزيز، ولا ايش رايكم يا جماعة؟ استاهل ابو عبد العزيز استاهل. أنا فاهم زين كلام الدكتور خالد، وهو يقصد يبي نموذج للنائب المثالي. وليش ما يكون كل نوابنا نموذج للنواب المثاليين؟ شو المثالية يا دكتور؟ خدمة الأمة
لصالح هذا البلد اللي احنا عايشين من خيره. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا بالخير. انا يا جماعه ادري انكم بتقولون ما شفتوني من زمان، واكيد بعضكم بيقول لما جت الانتخابات جاي يزورنا، لكن انا عذري الوحيد اني حاولت خلال الفتره السابقه اللي تشرفت بحمل الامانه. اللي فات ما نبي نتناقش فيه، لكن اللي يهمنا اللي جاي. شلون يا دكتور ما تبينا نتناقش باللي فات؟ اللي فات يبين لنا شنو اللي جاي، عندك قانون المعاقين، شنو تطبق منه؟ انا فاهم قصد الدكتور خالد من السؤال، والدكتور جزاه الله خير مقدر الظروف اللي مرينا فيها من بعض الاخوان اللي حاولوا من خلال التصعيد عرقله العمل، لكن انا احب اكد على كلام الاخ ابو عامر ان خطي واضح واهدافي واضحه. واذا انا قدرت خلال الفتره السابقه ان احافظ على الامانه اللي اعطيتوني اياها، فان شاء الله تجدون ثقتكم فيني. واذا انا مصب فاعذروني، وان شاء الله اللي يجي عقبي يقدر انه يحافظ على الامانه. صقر، يقولون في تغيير في المجلس الجاي فوق 70%. التغيير من عدمه هذا شيء بيدكم انتم، وما حد يقدر يقول رايه فيه الا انتم. وان كان هذا دلاله على عدم رضا الناس من عمل البعض، ولكن وللامانه الكل كان حاط البلد قدام عينه، وقدرات الناس متفاوته. والله يا ابو صقر ما قصرتوا، انت والاخوان وكل واحد خدم البلد في اي مجال من المجالات. لكن مثل ما يقولون هذه الديمقراطيه، والديمقراطيه هي كذي، لازم نتقبل الراي الاخر. انا يا جماعه ما انا جاي اجبركم انكم تنتخبوني، ولكن التواصل مهم، خصوصا اني اعترف اني كنت مقصر خلال الفتره السابقه. جزاكم الله خير. شاريب الكحلة وسط العين قالت لي بالباليب. صباح الخير كوكو. كوكو صباح الخير. ما شاء الله قاعد مبكر. طبعا نشاط وحيوية من اليوم ورايح كل القاعدة مبكر عشان ألحق على عبد العزيز. تدري أنا وايد مستانسة. ليش؟ عشان تتكلم مني ومن حنتي؟ لا، علشان في شيء شاغلك وهذا يخليك تحس انك انسان منتج في المجتمع، مو كمالة عدد. شنو مجتمع كمالة عدد؟ شنو اسمع الدكتور خالد يتحكى؟ هو يقول كذي؟ ما ادري، بس كل كلام معقد ما فهمه اقول الكلام الدكتور خالد. وش اللي ما فهمته بكلامي؟ تبين الصدق؟ كل كلامك ما فهمته. دام كذي خلي اروح ابدل ملابسي احسن. سهام. نعم. فكرتي بالموضوع؟ فكرت. ان شاء الله اقتنعتي. سعود ممكن اطلب لك طلب؟ خير. ممكن تاجل الكلام في الموضوع الى بعد الانتخابات؟ وش دخل الانتخابات بموضوعنا؟ لا بس علشان يكون بينك صافي للنقاش. يعني افهم من كلامك انك ما تبي تجيبين عياض. لا تروح تذاكر هذا. هل ايش معنى كلامك؟ يمكن اكون محضره لك مفاجاه. مفاجاه من اي نوع؟ لا تستعيل على رزقك، انطر. قاعد تلعبين باعصابي؟ والله مو قاعده العب باعصابي، لكن خلي تخلص الانتخابات اول ونفضى بعدين نتكلم. سهام انا ماني عارف ايش يدور ببالك، بس كون بعلمك انا لا يمكن اوافق على تاجيل موضوع العيال. اوكي. أنا نازل تحت تريك. شوف ديما طريقك. أوكي. نورو. صباح الخير. عفا موز قعدت؟ إيه ما قعدت. زين قعدك؟ لا قعد قعد. زيني يلا يلا يلا. ها فوز قاعد؟ الله يبارك. صباح الخير. صباح الخير. هلا. امري ببغيت شيء؟ ليش ما يدوانيتك عبد العزيز امس؟ يبا تو الناس ما له داعي من الحين اروح. ليش تو الناس؟ عيال عمك كلهم جايين قاعدين هناك في الديوانيه. ان شاء الله حاضر اليوم اروح لهم. وبيت عمك خالد من متى ما رحت لهم؟ والله من زمان صار لي فتره. ليش؟ والله هداك اروح شو اسوي عندهم؟ شو اسوي؟ مو بيت عمك؟ مو بيت بنت عمك؟
يبا بس انا اخاف ان يحطون في بالهم ان انا رايح مخصوص بس علشان اشوف شيخه. وخير ان شاء الله. شيخه اليوم بتعمك وماشي زوجتك، ايش فيها؟ حاضر يبا حاضر، ازورهم هاليومين ان شاء الله. لا مو هاليومين، اليوم تروح. وعقب صلاة المغرب اشوفك في ديوانية ابو عبد العزيز، زين؟ حاضر، تحت امرك يبا. زين. يلا. اخلص وحنا ننطلق على الريوق، تحت، يلا. ان شاء الله. صباح الخير. صباح الخير. هنهم منهم تفضل. لا مشكورين. زين انا بروح حق نوره اليوم، ما يشفيني قعدت متاخر وما رحت حق حبيبتي. روح يما روح في حفظ الله. زين يلا مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. يا حظ عنده واحده تسال عنه يسال عنها. ضاري لا تستعيل بقى على رزقك. باكر بتبتلش. يبا متى ايه هالباكر متى؟ ضاري كمل ريوقك احسن لك. زين. انا بمشي. عندي محاضرة الساعة 8. يلا فما الله. فما الله. فما الله. وانا عندي محاضرة الساعة 8. انا بعد عندي محاضرة الساعة 8. عندك محاضرة الساعة 8؟ عندي حصة رياضة. شنو؟ يا ما دريت، أنا اشتركت في نادي صحي، أروح ألعب تمارين، أمارس الرياضة. ليش؟ شفت روحي زايدة كم كيلو؟ قلت أنزلهم. الله، أم وليد، تترك المطبخ وتروح النادي؟ وتبيني أظل طول عمري في المطبخ؟ على الطاري، أمه تبي تجيب لنا طباخ؟ يعني ما عندي مانع، شوف أي أحد وأنا مستعد. إيه شوفوا لكم صرفة، ترى أنا الحين وقتي كله حق النادي والتمارين، طلعاتي وياياتي، بعد ما عدت أطبخ. غريبة. ليش مستغرب؟ لا لا ما مستغرب، كل شيء تغير بهالدنيا، كل شيء تغير جايز. فما الله. فمان الله. ابو وليد ابو وليد بغيت منك فلوس. حاضر بس ليش؟ بشتري شوية هدوم، شوية اغراض. اي بس انت اول لعب رياضة تمرني تدربي ضعفي شوي وبعدين نشتري الثياب برا واحدة. كلامك عدل، كلامك صحيح. أمان الله. أمان الله. ينقص عليك يا أبو وليد. كذي أرتاح وأعرف شي يدور من وراي. زين الو هلا هلا ابو جمال شلونك؟ شخبارك؟ الحمد لله كلنا زينين. من هي؟ فوزيو؟ فوزيو مرت حماي؟ الله الله تلعب رياضه في النادي؟ اي نادي؟ لابسه ملابس رياضية وتناقص مع البنات؟ الله اكبر عليها ذمتك. اي عاد قولي لي اي نادي؟ صج؟ زين زين لا الحين جايتكم يمدي؟ خوش ما دام الحين هي وصلت خلاص انا جاي. اي ما علي اخذ عباتي واجيكم. زين 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 مع السلامة. يا رب وينت هالمرة. لا اله الا الله عليها. تروي تروي العبوا العبوا جاي كهو هلا هلا العبوز شلونك ابوي؟ حياك تفضل. يا ابو مشكور ها سمعنا موجه جنسيتك حق ابو عبد العزيز. لا لا من قال لك هالحكي؟ عن وياك البارحه. وليش تسال؟ تعرف عدل ليش اسال؟ هلا العبوز شلونك؟ اخبارك؟ حياك حياك استريح معنا. لا يبا مشكور. يا اخوي تفضل لا تطلعني بخيل عاد. يبا ما بحرجك اكثر، خاف المره الحين ابو عبد العزيز يشوفك ويسوي لك سوالف. عبيد حط ببالك عدل، لا ابو عبد العزيز ولا غيره ياثرون علي، سامع؟ يعني ليش خليت جنسيتك وديتها لهم؟ يا اخوي انا قلت لك ليش ابي الجنسيه؟ واذا قايل لك البارح انا كنت عندهم، اعتقد هالشيء يزعلك. انت لك مني يوم الانتخابات تشوفني ان شاء الله واقف عندكم. نشوف وقت الانتخابات لو ان الوطن بيننا من الحين. العبويد العبويد لا تحرج ضروري اكثر من كذي.
خصوصا ترى وهو متهاوش يا هلا علشانكم. ليش ما يبون يعطي صوته حقنا؟ لا لا مو بهالطريقه يا اخي، من قال لك هالحكي انت؟ لا تروح بعيد، ان شاء الله تلاقيني يوم الانتخابات معلق باجتكم ها هني على صدري. بعد ايش تبي؟ ماذا تتوقع منك؟ اي حاضري كم عقود عندنا؟ يا اخوي اقول لك لك ما شيء. يلا كم الغدر؟ حياك. يلا كم الغدر؟ حياك الله يا ابو. هلا هلا قول لي ما قول لي ايش تبي تسوي يا بطل؟ اني ليوم الانتخابات حلها الف حلات. ايش ناوي عليك؟ ناوي احرج عمي. يلا يخطب لي عاليه يا يشوفني واقف ويا العبد يوم الانتخابات. صليت الدوام. زين انا بروح ابدل بس اخاف اتاخر عليك ولا شيء. لا حبيبتي انت روحي ما راح تاخرين علي وانا بنطرك. انزين اصبحي الله على ابليس. يا انت هالمره عقب ما شاف الدرك الطافي. جوا عمتي من لزقت عن زرود. يا هلا ويا مرحبا بوليد. قوم قوم يمه روح شوف امك ما دريت عنها. امي ومش فيها؟ قامت تسوي تمارين رياضيه ولابسه برينكسوت. وين شفتيها؟ بالنادي. وين اشوفها بعد؟ وانت شو ما تجي النادي؟ انا رايح مع صديقتي نشتري شامبو. اجل شوف ما بيدت شامبو ولا بيدت شيء ولا ماشيات. وانت شكو ايش عليك مني؟ بعدين ما لقيت اللي ابي. ايه انا عرفت انت جاسوسه تجسر على امي وشوفينها هناك. وليدوه بس ولا كلمه. شو الحكي بس ما سوالفكم انتوا الحريم كلكم. امي كلها تقول لي عن اول الدقات اللي كنت تسوي فيها. انا اسوي في دقات في امك؟ الله يعلم من هو اللي يسوي دقات ودوابير. وما دام سولفت لك خلت علمك حبيبي، خلت علمك عن السحر اللي خشته في فراشي. تبي عمك يطلقني؟ امي؟ اي امك تقلقلت حنوشك انت وامك. انا ما افتكت منها ولا من سوالفها ولا من دوابيرها الا لما طلعت بروحي في بيت. امك مني عاشرها؟ مني عاشرها؟ آفي اللهم يا كافي. امي؟ اي ظهري يا ضلعاتي. صاير يا بنيتي؟ كل ما فيني يعورني. من شنو ايش صاير؟ ما صاير شيء. ما بس خذي عباتي والشنطه وديهم فوق ابلي واخوانك وتشوفون الاغراض. ان شاء الله. ما هذول ملابس رياضه. وانت ايش عليك ملابس الرياضه؟ ايش حق اطلب في الشنطه؟ خذيها فوق وديها قبل لا احد يجي ويشوف. يما رايحه نادي صحي؟ وش فيها اللي رحت نادي صحي؟ اللي راحوا احسن مني؟ بعد تضحك بعد. يلا روحي فوق. شايفتني عيوز؟ هاي ولادي. اقول وليد. نعم عمي. سلمك الله. انت من خفقت نوره وانت مجاب لنا ليل ونهار عشاء وغداء. ايش دعوه عمي؟ ما تبين اجيكم؟ لا قف عليك يا ولدي.
حق انت قبل لا تمنش على بنتي نوره، انت ولد اخوي خالد، ولد اخوي، ولد اخوي خالد. الله يسلمك. بس المبغى منك سلمك الله انك انت قاعد عندنا جاب لنا تاكل عشاء وغداء، عاد المفروض انك انت يعني تمد ايدك ب 100 200 تقول عيب علي انا قاعد عند الناس واكل عندهم ما اعطيهم شويه بليسات. اقول ايش فيك مستغرب؟ لا عمي يعني تبي نعطيك فلوس ولا بتاكل ببلاش؟ يا ما يصير. اول يوم قلنا مسير، ثاني يوم قلنا ضيف، لكن ثالث يوم، رابع يوم، خمس يوم، سادس يوم، وبعدين الظاهر انك راعي طويله. خلاص عمي يعني اليوم تبي نعطيك فلوس؟ اي اقول كيفك كيفك كيفك. خلاص عمي لا نزل المعاش اعطيك. على راحتك ما يخالف، على راحتك. زين عمي كم تبي؟ والله يا ولدي شوف انت مودة ايدك، انت قاعد تاكل عشا وغدا. لا عمي عشان اعرف. احسبها انت يا ابوك احسبها، كل يوم قاعد ناكل يدام سبتك انت. قبل لا تجي انت احنا ناكل يدام في الاسبوع يومين، يومين بس، لكن من جيت انت لا كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. حس عليك الحساب سلمك الله. هذا كله مصاريف صح ولا لا؟ صح عمي ان شاء الله. كفو كفو والله يا ابو خالد كفو، قول وفعل. يعني نستلم اول الشهر 200 دينار ان شاء الله عمي. عافيه عافيه. اقول واللي فات ما عليه، لا تستعجل عليه، اذا ما عندك ما يخالف نقصنا لك كل شهر 20 دينار. خلاص عمي، وهذه 20 اول القصد. لا مو الحين يا ولدي، خلنا بعدين، كل واحد اذا ما عندك مو الحين كل واحد. لا عمي خذهم عشان لا يتكودون علي. بهذه معك حق، معك حق يا ولدي. عاد الحين اشرب شايك هني وعافيه ان شاء الله. زين الطبخ هذه ايش فيها الطبخه؟ مو عاجبتك؟ انت متاكده طبختها؟ اي انا طبختها. مستحيل. يمكن انا استعجلت عليها. اصلا ما حطيتي ايدك وطبختيها. يبا بصراحه امي اليوم رجعت متاخره من النادي، الخدامه هي اللي سوت الغداء. ابو وليد انا قايلت لك الصبح اني اشتركت بالنادي. انت قلت اشتركت بالنادي بس ما قلت بنت طابخه. ابو وليد لازم تجيب لنا طباخ. شو تغير فيش انت؟ انا حاجيك شو اللي تغير فيك؟ الحمد لله. قعدي انت قعدي تكملي اكلك، توك ما اكلتي شيء. جاوب على سؤالي، شو اللي تغير فيك؟ قولي لي. نادي واشتركتي فيه، تبين فلوس حق سوارات وملابس وهدوم. ايش دعوه ابو وليد ايش دعوه؟ كل الناس يشترون ويلبسون ويتكشخون، يعني انت ما تبيني اصير احسن؟ انا ماني معترض على هالشيء بس انا مستغرب من هالتغيير اللي فيك انت. ابو وليد اللي مثلك لازم يستانس. لا انت ما انت فاهمتني. اهد بالك ترى الهون ابرك ما يكون. خير تبي اعرف سالفتك انا. وليد ما تبي تكمل غدا؟ لا الحمد لله، الله يزيد النعمه. هذا غدا، هذا من اليوم دوري طباخ ولا ماكو نادي. انت ليش ما تخلين النادي معصر عقب ما يطلع ابوي؟ لا وراك غدا ولا وراك شيء. وانت مع ويهج ليش تلقفين وتقولين حق ابوك ان امي راجعه من النادي متاخره؟ ما هذا جزاي؟ هاي الكلمه هي اللي انقذتك اصلا. شو انقذتيني؟ شي يشتي الريال علي وخليتي يعصب تقولين انقذتيني؟ يما ما عليك، باكر ينشاف الرشاقه والكشخه بيتغير كل شيء. تهجين يا شيخه؟ صدق بيتغير ويبطل من سوالفه؟ اي سوالف يما؟ اوف الله يعين فواز عليك، عزة الله انك بتوقفين في بالعومة مثل العظم.
لكن تدرين يستاهل هو وامه علشان تغربلينهم مثل ما هم لاعبين بعقل ولادي المسكين. ما حد لعب بعقله يمه، هو مستانس. يلا يمها على شغلي، افتكر قاعدة البيت بس.